بسم الله الرحمن الرحيم انتشر الفيروس الصيني في جميع أنحاء العالم تحث معظم الدول في العالم التي تحارب الفيروس الصيني مواطنيها على البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها حتى أن بعض البلدان تحمي حياة مواطنيها من خلال تطبيق قانون الحظر لكن في نفس الوقت يقوم الصينيون بنقل أعداد كبيرة من الشباب الأويغور المسلمين في تركستان الشرقية إلى مدن صينية كتيانجين وغيرها وهي مركز انتشار الفيروس الصيني حياتهم في خطر وتعريضهم بشكل كبير لإصابة بالفيروس ومصيرهم مجهول يتم دفعهم إلى الموت واستعبادهم في عالم اليوم المتحضر وتباع إعدائهم الداخلية في أسواق تهريب الأعضاء الصينية والدولية الأويغور هم بشر أيضا كما أن لهم الحق في العيش على الأرض إن مأساة الأويغور اليوم تشكك في إخوة العالم الإسلامي وقيم الديمقراطيات وأخوة دول الأصول التركية وضمير